نكبة الهادي عشر من فبراير نكبة على اليمن، هي التي دمرت اليمن وجعلت اليمن يعني منطقة حرب، وكذلك جعلت يعني غيرت مجريات اليمن. كانت اليمن ذات سيادة وذات قوة وذات جيش، وأصبحت الآن بلا سيادة، وأصبحت تقاسمها ثلاث مناطق، وأصبحنا متفرقين هنا وهناك، ولا نستطيع حتى أن نعيش أو نتكلم. الغريب في الأمر بل العجيب أنهم اليوم يحتفلون بعض الأشخاص بما يسمى نكبة فبراير. بماذا تحتفلون؟ تحتفلون بأشلاء اليمنيين الممزقة في كل مكان، تحتفلون بتشريد الأسر اليمنية، أكثر من 4 مليون مشرد في اليمن داخله وخارجه. تحتفلون بماذا؟ تحتفلون بالدماء التي تسفك كل يوم. والله إنه لعجب ما تفعلون. 11 من فبراير نكبة اليمن الذي حصلت بدعم خارجي من دول عربية وأجنبية تريد زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية، وما يحصل الآن من قتل ونهب وعدم الاستقرار، هذا هي عواقب نكبة 11 فبراير. فبراير يوم النكبة العالمية لليمن والدول العربية الذي حصل فيها. 11 من فبراير منزلق خطير وقعت فيه اليمن، جروا كثير من الشباب ومن الناس الذين كانوا يطمحون ويتمنون إلى مستوى عالي وأفضل، فأدخلوهم في منزلق رغم أنهم كانوا لا يعرفون ولا يدركون ما يترتب من انعكاسات وما سيؤول إليه الوضع.